قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي إن حرية الرأي والتعبير في العراق ما زالت مقيدة وتشهد العديد من الانتهاكات بحجة تطبيق القانون والنظام العام. وأضاف الغراوي إننا أشرنا في المفوضية العديد من حالات تقييد الحرية وصلت حتى إلى اعتقال العديد من المتظاهرين والناشطين والتعامل معهم بقوة مفرطة، داعين البرلمان والحكومة إلى الإسراع في تشريع قانون حرية الرأي والتعبير حق الحصول على المعلومة بما يكفل حقوق المواطنين ويعزز حقوق الإنسان في العراق.